انا دخلت حاجات كتير في بعضها. هاني لازم يروح يتعالج بقى للدور ده. اول مره اتقابلنا انت بص في الساعه دي انت عندك حاجه؟ وانا هاني. كل اللي حصل لي في التمثيل كان عن طريق برضو المزيكا. انا بدات اعمل الموسيقى التصويريه الاول افلام قصيره مع اصحابي اللي كانوا بيثقوا فيها ساعتها ان اعمل لهم مزيكا لافلامهم يعني. وبعد كده بداوا يعملوا افلام كبيره زي عمرو السلامه مثلا. وفضلت ادور ادور والف همزه بتستنى الف مجرد حرف وحيد. عالم التمثيل بالنسبه لي هو طبعا عالم ساحر ومهم جدا ومهم جدا لدرجه ان انا اشتغلت وانا صغير في محل فيديو. فكنت باخد معايا افلام اقعد اتفرج عليها انا واخويا لغايه ما انام ساعتين وانزل تاني محل الفيديو. انا حاسس انا شايف الحق هنا في قلبي. انا بالنسبه لي اي حد جاي لي بفكره جديده بروح موافق عليها اصلا قبل ما يكمل الكلام يعني. ببقى قاعد بسمعه للاخر بس انا ببقى وافقت من الاول. ان حد يقول لي فيلم مسموع ان هو هينفست وقت على الاقل مش فلوس حتى في ان هو يعمل ساوند افكتس ومزيكا تخلي الناس وهي مغمضه عينيها وبتسمع زي ما تكون شايفه. انت مين؟ اسمي فارس. خرجت من القدس عشان الحق بيكم واحارب معاكم. خلاص يا فارس الحرب انتهت. كان نفسي اعرف لو كنت امتلك قلب فارس ولا لا. كان في مملكه الاعداء الخفيه واخر ايام الارض واخر حاجه عملناها دلوقتي ان الدهه لسه هينزل ان شاء الله. عادي يعني ممكن تقولوا ان هو ما كانش دريان سليم بس مفيش حد غيرك يقف جنبنا. لقد نفد رصيدكم. لما كنا صغيرين طبعا انا اكتر اللي خلاني اقبل الدور القصه طبعا حلوه جدا. شركه الانتاج اتعاملت معاها قبل كده في نصيبي واسمتك وكانوا ناس محترمين جدا. اكتر بقى حاجه خلتني اقبل الدور على طول محمود حميده. انا موجود محمود حميده وانا موجود معايا خالد النبوي. مش بعيد يكون حد في عينيه عشان تعمل معاك كده يا كمال. انت بتريدني طول الوقت ليه؟ سيبني في حالي بقى يا اخي. انت اللي غني يا اخي غني غني. طبعا كانت اول بطوله مطلقه ليا ومش بطوله مطلقه بس انا مغير من شكل جسمي وشكل صوتي وشكل عضلات وشي ساعتها. فما كنت فكان الموضوع كان مخيف عشان كده رحت اخدت كورس قعدنا مده شهر نتدرب على ان ازاي نديفلوب ان الشخصيه دي وحركاتها و ومشيتها وصوتها وانها طول الوقت انا والحركه بتاعت الايد اللي كانت عامله كده طول الوقت دي ايديا قفشت يعني من كتر ما عملها وبقت عاده. غمض عينك وجري سيب خطوتك تاخدك ارقص مع الدنيا قدم لها وردك. اللي احنا عاملينه اصلا من تقريبا من 4 شهور أو 5 شهور كنا نازلين نعمل فوتو سيشن. فانا عشان عارف احنا فرقه وسط البلد مش لناش كتير في السوشيال ميديا والتصوير الكتير وبتاع فاحنا نحب ايه ان لو يوم واحد فيه تصوير فصوروا فيه وخدوا الماتيريال كلها اللي انتوا عايزينها عشان ما ننزلش كل شويه نصور. ننزل نلعب مزيكا. بعد ما اتفرجت على الفوتج بدات ادور على كلام يليق لو انا حطيته على الفوتج ده. شفت اسعد وهو بيرقص في مشهد من المشاهد فقلت طيب نرقص مع الدنيا. منتصر كان كاتبها وحطينا الاغنيه بعد ما خلصت حطيناها على الصوره وبدانا المنتج على الاغنيه الصور اللي عندنا. اول مره اتقابلنا ايه حصل ما بينا ده كاني عارفك من زمان. ده حكينا حاجات كتير وضحكنا وقلنا خير وبسرعه الوقت عدى وبدا الحب. انا ما بشتغلش دويتات مع ناس كتير الا الناس اللي بحبهم وبحب اصواتهم. امير بالنسبه لي ان هو صادق. لو عمل اعلان مثلا هو مش مصدقه قوي هو عارف ان هو مزيكة اعلان وحاجه عشان الشغل بس بعدها هينزل اغنيه وهو بيتريق على نفسه وهو بيغني الاعلان. بالمختصر خلق البشر واحد راى واحد كفر رب الحياه ده خلق الحياة وجهة نظر. كنا هنسميها الأول الشنجير عشان الشنجير دي شخصية احنا مخترعينها كده أنا وأسو يعني لما بنكونش لاقيين مسمى على حاجة فبنسميه الشنجير. فكان بجد والله يسموها الشنجير. فأنا قعدت ساعتها قلت لهم لا يا جماعة
الناس مش هيفهموه احنا دي هزاره ما بين. فاخترحنا اسم H.O.H. هي هو مشروع بنعمل فيه الحاجات اللي احنا بنحبها ومستريحين فيها واحنا بنغنيها. انا بغني مثلا الحاجات اللي ما بغنيهاش مع الفرقه. لبسنا تكرنا عجزنا شعرنا الابيض دايما يزنا. الله يرحم يا ابني زمان كان لسه ما طلع لكش لسان. احنا كنا من اول الفرق اللي عملنا اغنيه في الاندر جراوند المعروفه. اللي عملنا اغنيه وجبنا حد يغني معانا راب فيها. شاهين لوحده ألبوم بنطلون جينز غنى معانا اغنيتين. بفكر في حاجات كتير بتخلي جسمي اشعر بفكر في حاجات بشوفها بتحصل بستغرب من منظر بفكر. اهتمامي بالراب بشكل عام عشان انا بحبه وبحب المجهود اللي هم بيعملوه دايما. فقلنا طيب بما ان احنا دايما متعودين ان احنا نجيب ناس كانت لسه بتبدا حاجه وتشاركنا معانا في حاجه احنا عاملينها. والصدفه كان هو رابتر. انا شفته مره في فيديو كده 30 ثانيه قعدت ادور عليه شهر عشان اعرف الاقيه هو فين. تلمسنا تكرنا عجزنا شعرنا الابيض دايما